الحقيقة لما شفت حالة هاني، هو لا يدخل في تخصصي في البداية، لكن لأن دي حالة أورام. لكن أنا الحقيقة لما شفت الحالة بتاعت هاني، ويعني انتبهت قوي للجزء، المشكلة اللي هو كان بيتكلم عليها في البرنامج، مشكلة إن هم لما عملوا له العملية أول مرة وتاني مرة كانوا بيواجهوا مشكلة الجلد، إن هم يعني حالة شبه رافضين ان حالته هم يعملوا هو العملية، عنده لان كندروما هو اللي في هيحصل العمود بعد الفقري، العملية. والحالات ديت بتبقى الريكرنس ريت عالي جدا، اللي هو المعدل ان هي ترجع تاني هي ورم في العمود في العمود الفقري. الفقري، ورم خبيث في العمود الفقري، معدل انه يرجع تاني عالي قوي. ممكن بعد العملية يرجع. اخدنا التاريخ المرضي بتاعه، لقينا ان هو عمل 4 عمليات قبل كده من 2005 لغاية دلوقتي، وإن الورم مؤثر على الحركة بتاعته بحيث إن هو ما يقدرش يتحرك ولا يقدرش يقف. عملنا له أول ما دخل عملنا له كشف إكلينيكي، وعملنا له تحليل في الدم، وعملنا له أشعة على الصدر، وعملنا له أشعة رنين مغناطيسي علشان نشوف حجم الورم وعلاقته بالعمود الفقري. الأول حاجة فاجئتنا بيها التحاليل إن هو عنده أنيميا حادة، كان الهيموجلوبين بتاعه 4.5 جرام، والمفروض يعني مش أقل من 10. فبدأنا على طول من قبل أي حاجة إن جروح، احنا نقل الدم احنا ما نقدرش ونرجع نعمل مع الجروح دي اي شيء الا ونصلح لما الورم يتشال، الأنيميا دي. لان الورم ضاغط على الاعصاب وعلى الاوعيه الدمويه وعلى الغدد الليمفاويه، فهو اللي مخلي رجله تورم. يعني رجل هاني كانت الحجم بتاعها 10 اضعاف الحجم الطبيعي، فمهما تعالجي في قرحه في وجود رجل متورمه مش هيحصل حاجه، مش هيحصل ليها التئام. لكن القرح بتاعت هاني كانت واصلة للعظم، احنا كل اللي احنا قدرنا نعمله ان احنا نوقف ان القرح ديت ما تتفاقمش بصورة اسوأ لغاية لما يتشال الورم، وبعدين يتعمل له الخلايا الجذعية اللي هي عبارة عن الجلد عشان نقفل بيه القرح. يعني القرح لحد دلوقتي مستمرين في علاجها؟ مستمرين في علاجها لمنع تفاقم الحالة. لكن بعد ما الورم هيتشال هنقدر ان احنا نعمل اللي هو عن طريق الخلايا الجذعيه اللي هو بنسميه الجلد الطبيعي، ونقدر نقفل بيه القرح، لان القرح اقل قرحه قطرها حوالي 15 سنتي وعمقها واصله للعظم. هو هاني بقاله دلوقتي تقريبا حوالي 10 ايام بنعيد او يعني بنظبط الاوضاع اللي هي تدهورت عنده نتيجه السنين اللي فاتوا، وهو التسمم والقرح والهبوط الحاد في الهيموجلوبين. اعتقد ان هو في خلال 3 4 ايام الجايين هيبقى الى بنسبه كبيره جاهز ان هو يعني يدخل عمليات. طبعا هو هيشارك، يعني العمليه هيشارك فيها 3 جراحين، جراح عظم وجراح تجميل وجراح اورام، واحنا هنشارك بالجزء الاخير اللي هو تغطيه اماكن العمليات بالجلد. شوفي حضرتك، احنا الاول طبعا نشوف نوعيه الورم اللي موجوده ايه، لان التقارير اللي كانت جايه لنا من التقارير السابقه يعني محدده نوع الورم بنوعيه معينه. هو المفروض هيتعملوا تحاليل الورم، هل نشوف هل الورم ده هو مثل الاولاني ولا يعني تطورت الحاله بتاعته. فما نقدرش طبعا يعني ما نقدرش نحكم ايه اللي هيتعمل له بعد العمليه، بس اللي انا عايز اوضح لحضرتك حاجه مهمه جدا، ان هو هاني دلوقتي بالورم بالحاله اللي هو موجود فيها هو معرض للموت. معرض للموت مش من الورم، من مشاكل الورم. يعني الورم ده بينزف، والورم ده ضاغط على الاعصاب، والورم ده ضاغط على الاوعيه الدمويه، وكلمه انه ضاغط على الاوعيه الدمويه يعني مفيش دم بيروح للانسجه السفلى، ودوت اللي عمال يورم في الرجل
يورم في الرجل مش ورم سرطاني، بيورم في الرجل سوائل، فالجلد بيفتح ويعمل لنا قرحة. فهو إزالة الورم ده إنقاذا للمشاكل المؤدية لمشاكل خطيرة جدا على حياته. إيه اللي هيحصل بعد إزالة الورم كعلاج أورام؟ ده هيحدده الدكاترة بتاعته. طب بالنسبة للجزء الخاص بحضرتك، ممكن حضرتك باختصار وببساطة كده هو هاني طبعا لما عمل قبل كده عمليتين، المفروض لأن الورم اللي موجود في ظهره حجمه كبير، يعني هو تقريبا حجم نقول البطيخة. فهما لما اتشال الورم المرة الأولانية والمرة الثانية عايزين يغطوا المكان العملية بجلد، فهما استخدموا له حاجة اسمها مشدات الجلد، يعني يحاولوا يشدوا الجلد على فترات معينة لغاية لما يغطي. دلوقتي الجلد ده اللي هو غطى الورم اللي هما اللي عاملين بيه قبل كده اللي هو جلده الطبيعي أصبح مفيش أي مرونة، يعني أصبح زي جلد ليفي، فما ينفعش يتشد تاني. وهم مشكلة الأطباء إن هم لما يشيلوا الورم هيجيبوا جلد منين عشان يغطوا هذه المساحة المهولة لما هيتشال الورم. الحاجة الحديثة دلوقتي اللي هي بتعمل يعني في العالم وهي دلوقتي موجودة عندنا في مصر، وده اللي هو أنا مسؤول عنه، اللي هو احنا بناخد كميات يعني ممكن نوصل لحوالي نص لتر من الدم من المريض، وبنفصل منه حاجة اسمها عوامل النمو ونحولها الى صورة جل، حاجة زي الجل، ويتحط بعد العملية يقوم يبدأ يكون جلد جديد بصورة سريعة جدا، وقد يحتاج ان يتعمل له الكلام ده 3 إلى 4 مرات. المشكلة في هذا الموضوع يعني ان الاجهزة او اللي بتسميها المواد اللي هي بتحضر عوامل النمو دي من الدم مكلفة جدا، يعني احنا ممكن هنحتاج له 3-4 مرات. التكاليف مش بتاعت عمله، تكاليف الكتات بتاعته اللي هو بيصنعه يعني او يفصله ويحضره بتخش له الواحد في حوالي $1,500. هو الحقيقة عنده مساحة كبيرة، مساحة في الظهر يمكن قطرها حوالي 25 سنتي، في 20 سنتي. عنده في الفخذ الايسر عنده قرحة عمقها يعني واصلة لغاية العظم وبقطر حوالي 12 سنتي، وعنده كذا ورم موجودين منتشرين من الورم اللي في الظهر في الفخذ الايمن والايسر. فهو دي جزء كبير قوي من التكاليف، جزء من التكاليف. بس ده ممكن سهل انه يتعمل في مصر، كل الامكانيات موجودة ان هو يتعمل في مصر. هي المشكلة في التكاليف دي بس بتاعته، بس ده مش محتاجة لسفر، مش محتاجة. طبعا المشوار طويل وربنا طبعا معاه ومكلف، لان طبعا الاشعه اللي هي مثلا عشان نعمل الخلايا الجذعيه ديت لوحدها بس مش اقل من 20-30 ألف جنيه. العلاج طبعا العمليه والمقاومه في المستشفى والتحضير والحاجات ديت، بس طبعا اهل الخير كتير. نشكر ربنا، يعني انا من ساعه ما جيت انا تقريبا لي حوالي 15 يوم جاي اسكندريه. جيت طبعا كنت جاي خلصان بامانه، يعني كنت جاي خلصان طبعا، الم لا يطاق، نوم ما فيش نوم، طبعا كنت متبهدل من كل ناحيه.